هاي الأخ الدكتور ميشيل عنده النص بالعربي بين إيدي النص الأصلي اليوناني، ولكن راح تلاحظوا كمان مرة إنه راح نرجع للآرامي، لأنه السيد المسيح نطق اللغة الآرامي. إحنا في إنجيل متى فصل 16 عدد 13 آية 13. نعم تفضل دكتور. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان؟ من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان؟ شكرا. إذن المنطقة هي في الجولان، قيصرية فيلبس نسبة إلى فيلبس هيرودس، ابن أعتقد ابن هيرودس الكبير اللي رمم هاي المنطقة، بنسميها بانياس. بانياس من اليوناني بانياس، كانت مركز لعبادة وثنية للمعبود بان. المعبود بان كان إله محب، طبعا نسميه إله يعني معبود، احنا بنعترفش فيها هاي كلها. كان يحب عفوا الموسيقى، يحب الفن، يحب الجمال. احنا على بعد نحو 40 كيلومتر من بحيرة طبرية، ويجب ان نميز بين قيصرية فيلبس، قيصرية طبعا على شرف الامبراطور اللي بيحمل لقب قيصر، و يجب أن نميز بين قيصرية فيلبس يعني بانياس وقيصرية البحر. قيصرية البحر هاي كانت مقر الوالي الروماني، وسخرية القدر كمان إنه يعني مقر رئيس ما يسمى بإسرائيل كمان له بيت في قيصرية، محل ما كانوا الرومان الوثنيين. في نفس الوقت اكتشفوا في قيصرية الغرفة، قيصرية البحر هاي مش قيصرية فيلبس، اللي سجن فيها القديس بولس. اكتشفوا في كمان مدرج روماني ضخم، وفي كمان حجر كبير مكتوب عليه بونتيوس بيلاطس، يعني بونتيوس بيلاطس. إذا اللي إحنا مش بس نقرأ عنه في الكتاب المقدس بل في المصادر التاريخية. يسوع يصل إذن إلى هذا المركز، إلى هذا المكان، مبدئيا مكان وثني أو كان فيه عبادة وثنية. بيسأل تلاميذه من هو، بمعنى من هو ابن الإنسان؟ مين، شو الناس بيقولوا؟ تينا ليغوسين يانثروبي، شو الناس اللي بيقولوه عن ابن الإنسان؟ مين هو ابن الإنسان؟ طبعا ابن الإنسان هذا لقب موجود، نجده في عدة أماكن من الكتاب المقدس، خصوصا في سفر دانيال فصل 7 آية 3 إلى 14: ونظرت في رؤى الليل فإذا بشبه ابن إنسان آتيا على سحاب السماء. بار إيناش. من هو البار إيناش هذا؟ يسوع لنفسه من كل ألقاب المسيح اختار هذا اللقب، لأنه هذا لقب يدل على التواضع. ابن إنسان كمان بالعبري بن آدم يعني بني آدم، ولكن بنفس الوقت ابن الإنسان هذا المتواضع سيأتي في المجد، ويسوع نفسه سيستشهد بهاي الآية من دانيال فصل 7 آية 13 إلى 14 أمام رئيس الكهنة، وبذلك سيحكم عليه بالموت بتهمة التجديف يعني الكفر. إذن أنتوا يا رسل تسمعوا عن ابن الإنسان، مين هو ابن الإنسان؟ فخلينا نشوف جواب الرسل. فقالوا، بس هذا الترجمة كأنه مش مظبوط.
فقال قوم يوحنا المعمدان. إذن في ناس بيقولوا إنه ابن الإنسان المذكور في دانيال وفي غير أماكن هو يوحنا المعمدان. طيب. وآخرون إيليا. وآخرون. ليش إيليا؟ لأنه عند اليهود ولليوم في اعتقاد إنه إيليا لازم يرجع. عشان هيك في الجمعات اليهودية دائما بتركوا كرسي فاضي لا رجوع إيليا. احنا الكرسي الفاضي حطينا عليه الكاميرا هاي نعم التكنولوجيا نعم. واخرون ارميا او واحد من الانبياء او واحد من الانبياء هاي حكوها من الفلاس يعني مفلسين مش عارفين ف زي ما بقولوا عنا صلي على طحشه انبياء صلي على شمشه انبياء قال لهم وانتم من تقولي من تقولون اني انا يعني شو بتقولوا عني مين أنا بالنسبة لكم؟ مين أنا عندكم؟ هذا هو السؤال اللي السيد المسيح بيسألنا إياه كل يوم. شو أنا بالنسبة لكم؟ مين أنا عندكم؟ ما بدون مؤاخذة شو محلي من الإعراب أنا المسيح في حياتكم؟ هل فعلا المسيح هو مركزي في حياتنا احنا اللي بنسمي حالنا مسيحيين واللي مرات بحطوا انه المناضل الفلاني هو مسيحي فهل فعلا احنا مسيحيين شو رايكم فيي مين انا فاجاب سمعان بطرس وقال انت هو المسيح ابن الله الحي ابن الله يعني كلمه الله الحي مش انه الله عسى وكلا تجوزوا وخلف ولد يعني هذا الاشي اللي بيرفضه القرآن احنا كمان بنرفضه ابن الله بطريقة معنوية روحانية كلمة الله طبعا هون عندنا تقديم للأحداث أجاب سمعان بطرس طيب بعد شوي راح يقول له أنت بطرس إما عندنا تقديم للأحداث أو بدنا نرجع لأول إنجيل يوحنا الفصل الثاني لما بيقول له أنت الأول أو الثاني أنت سمعان بن يونا ستدعى كيفا أي صخرا إذا في عنا إما هون تقديم أو بلاش نسميها تقديم فعلا سمي كيفا في مناسبة سابقة الآن بدنا نشوف التفسير لماذا سمي شمعون بار يونا سمعان ابن يونا لماذا سماه المسيح كيفا فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان بن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات إذن هون في كتير ناس حتى في الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة بقول لك الصخر هنا هو إيمان بطرس فيش ولا حرف عن الإيمان هنا في وحي في كشف أنت ما إلك فضل بس هنيئا لك لا اللحم ولا الدم يعني فيش قوة بشرية أوحت إلك إنك تحكي هالحكي هذا الحكي الطبيعة الإلهية أوحته إليك يا سمعان ابن يونا يونا يعني الحمام اسم علم ومنها كلمة يونس أو يونان النبي يونان هاي معنى اسمه إذا ما فيش يعني ما بصير إنه إحنا نرمي إلى النص أفكارنا ما فيش زي ما بتلاحظوا ولا حرف عن الإيمان في هنا وحي كشف أو مكاشفة لا فضل لبطرس فيها ولكنه يهنأ بها هنيئا لك مكاريوس سعيد أنت بالآرامي طوبايخ طوبايخ أو مبارك يعني سعيد مكاريوس. لا مكاريوس أنت استاذك معناها سعيد لا يعني هنيئا لك طوبى لك ايوه وانا اقول لك ايضا انت بطرس هاي مهمه وانا
انت قلت لي مين انا؟ هلا اجا دوري انا اقول لك مين انت؟ اما انا، اذا بدنا نترجمها بدقه اكثر بقول اما انا فاقول لك انت الصخر، او وانا بدوري اقول لك انت الصخر. تفضل. هون الترجمة ممكن وأنا أقول لك أنت بطرس. أيوة. يعني هون وأنا أقول لك أيضا أنت الصخر، يفترض يكون الترجمة. خلينا نقرأ شو موجود هون. نعم. وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. طيب خلينا نسمع من الأخ عيسى عندك ترجمة شو مكتوب. نفس الشيء، وأنا أقول لك أنت صخرة وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي. آه. هنا الترجمة أفضل، وعشان هيك لنهاية حديثنا اليوم بس راح أتكلم عن هاي الآية. إذن في عنا باليوناني، أول شيء نص الإنجيل المقدس وصل لنا باليوناني. طبعا السيد المسيح حكى آرامي، بس خلينا أول نطلع من اللي نحكي عن اليوناني. بيقول أنت بيتروس. بيتروس. وعلى هذه البيترا سأبني كنيستي. تو اس بيتروس. أنت بيتروس وعلى هذه البيترا سأبني كنيستي. شو التفسير المنطقي؟ إنه المسيح حكى آرامي. لازم نرجع للآرامي. في الآرامي في كلمة واحدة مش كلمتين. شو هي الكلمة؟ كيفا. أنت كيفا وعلى هذه كيفا ابني لعبتي. هذا آرامي. أنت صخر وعلى هذا الصخر أبني كنيستي. وكلمة كيفا بالآرامي هي مذكر مش مؤنث. بس لما هلأ بدنا نقولها لليوناني، رجل بدك تسميه بيتروس، لأنه بدك تخترع الاسم، الاسم مش موجود باليوناني، بدك تخترع اسم اللي هو ترجمة صخر. عندك بالأردن بنو صخر. الاسم هذا لرجل بدك تسميه بيتروس ولا تسميه بيترا؟ بيتروس. بدك كرجل ايش بتسميه؟ بيتروس. هنا استغل المنشقون عن الكنيسة هذا الفرق بين بيتروس وبيترا حتى يعطوا تفسيرات. رحب الأخ. أهلا وسهلا. تفضل. رحب الأخ بنيوت. إذا استغلوا الفرق. أهلا وسهلا. استغلوا شو قلنا؟ الفرق بين بيتروس وبيترا. نحكي عن متى 16-18. فقالوا أنت بيتروس، أنت بطرس، وعلى هذه البيترا اللي هي أنا المسيح سأبني كنيستي. هون حطينا صفة ممكن قريتها غلط. كيف؟ هون حطينا صفة أنت صخر. أيوة. يعني صفة مش هو الصخرة، هو صخر كالصخرة. لا هون محطوطة بالضبط، إذا بدي أحركها صخر. ما هو صخر على هذه الصخري، على هذا الصخري. يعني بالذات مش كاسم حاطينه هون في الترجمة هذه، كصفة عطايا أنت صخر. اسم ما هو عجل. ما هذا اللي أنا بدي أفسره أولا. بعطيكم إن شاء الله الصورة الكاملة. كويس. هلأ كيف في الأساس تعني ايش؟ صخر او حجر. يسوع باخذ كلمه حجر او صخر وبسمي فيها انسان. اذا انتقل زي كلمه سلام. سلام اسم، اسم جنس. بتلاقي واحد اسمه سلام، بتلاقي ست اسمها سلام، ولكن شو اساسها؟ اسم جنس وليس اسم علم. ولا وفاء، صح؟ عهد، وعد، كل هاي ايش؟ اسماء
جنس. مثلا ليون، شو يعني ليون؟ يعني أسد. شو أساسه؟ اسم جنس، تأخذ اسم الجنس وتطلقه على إنسان. لما بتطلقه على إنسان إيش بصير؟ بضل بصير اسم علم. إذا أنت صخر، شو صارت؟ اسم جنس، ما إيش صار؟ اسم علم. وعلى هذا الصخر اللي هو أنت يا صخر سأبني كنيستي. هلا استغلوا زي ما قلنا، أو مش استغلوا، خلينا نفرض حسن النية، شافوا إنه في اليوناني أنت بيتروس، وعلى هذه البيترا سأبني كنيستي، فبدوا يخترعوا عدة أمور. بس ليش كل هاي الفلسفات؟ كل هاي الفلسفات بسبب إنه الكنيسة الكاثوليكية بتقول إنه البابا الموجود في روما واللي بأكل معكرونة هناك هو خليفة القديس بطرس، وإنه بطرس إذن هو صخر الكنيسة المنظور. هلا كيف بدك تخلص من البابا اللي بأكل المعكرونة في روما؟ وقتها إيش بدك تلف حوالين النص؟ شوفوا اللفات اللي بلفوها. اللفة الأولى بقول لك بيتروس يعني الحصى، تعرف الحصمة، وبيترا هي الصخرة. فأنت يا سمعان، هاي بدل على أبو الخوري، أنت يا سمعان أنت حصمة صغيرة قد كده، وأنا سأبني كنيستي علي أنا اللي أنا إيه الصخرة الكبيرة. مش معقول ما هو نتابع العيار لباب الدار. يعني لما اقول لك كل هذا غلط، خلاص كل هذا غبي، يعني بحكي معه بعد بس بحب يعني نفسه، يعني فيش تسلسل منطقي. اذا ما فيش، اولا تفضل اخبرنا يوب، ما فيش تسلسل منطقي. ثانيا في اذلال غير ضروري للقديس بطرس. سمع للقديس بطرس. ايش اقول لك؟ زي ما اقول لواحد انت يا ساهر انت شاطر بهالميني تيليكاميرا اللي جايب لنا اياها، بس في فلان في بيت لحم عنده كاميرا متطوره اكثر، هذا غير استوديوهات الجزيره. فمش ضروري انا بدون مؤاخذه يعني اكون اقلل سلام قيمتك، اقلل من قيمتك اذا بدي امدح انا ايش؟ كاميرات تلفزيون الجزيره. بقول تلفزيون الجزيره عندهم ولا لا؟ عندهم كاميرات كبيره، علي انا بدي ابني كنيستي. ضروري اقول لك انت بطرس، انت عدنان، انت ابراهيم، انت بنيوت، انت ابو فرح. في منطق ولا ما فيش؟ ما فيش منطق. لما بقول لك انت حصمة صغيرة بس انا الصخرة الكبيرة، طب مش ضروري تذلني، فيش منطق. ثاني بقول لك انت بطرس، بطرس، انت بطرس يعني اسم علم، زي ما تقول انت عزيز، انت فريد، انت سلطان كاسم. وعلى هذه الصخرة اللي هي انا سأبني كنيستي. برضه زي ما حكينا الأخ بنيوت، ما فيش منطق. زي إذا أقول لك أنت ساهر ومن هالأنينة بدي أشرب، في منطق؟ مش ضروري أقول لك أنت ساهر. في منطق في حالة واحدة، إذا رجعنا للأساس اللي اكتسب فيه كلمة صخرة. بلاش كلمة صخرة نحط الأساس، كلمة صخرة نحط بدلها أساس. إذا ليش اكتسب الكلمة هذه؟ لأنه سلم بمشيئة الله، لأنه أذاع بما الله بده يريد. حلو، إذا هذا الأساس. إذا شو معناها؟ التسليم بإرادة الله، كل من أسس النتيجة إنه أنت إيش صرت؟ الأساس. الأساس يعني الصخر يعني الأساس. إذا مين هون الأساس؟ هو بطرس. هو التسليم بإرادة الله، المليح إلى إرادة الله فيه. ما هي ثمرة هذا التسليم؟ إنه صار أساس. طيب؟
يعني غلط انك تفرض انه السيد المسيح قال انت بطرس، زي ما مكتوب هون انت بطرس وعلى هذه الصخره اللي هي انا سابني كنيستي انت ساهر ومن هالمي المعدنيه بدي اشرب. شو في علاقه؟ شو في علاقه؟ بسألكم مش علاقة، شو بإمكاني أقول بدي أشرب من هالمي بدون ما أقول لك أنت ساهر وبدون ما أقل قيمتك سلامة قيمتك وأقول لك إنه تلي كاميرات الجزيرة أحسن من كاميرا نصكم اللي جاي منا إياها. أنتوا فاهمين علي؟ يعني أي هروب من النص مهما لفينا ومهما دورنا فات وديله سبع لفات وديله سبع لفات مهما لفينا ودورنا ما فيش فايدة. الصخرة هنا هي بطرس. المسيح برضو بنرجع للي حكى الأخ بنيوت واللي دائما أنا بحاول أحكي بمحاضراتي بس هي زبطها أحسن مني بدون مؤاخذة. شو هي؟ المسيح لا المسيح ليش بقدم بطرس على نفسه؟ ما فيش سبب ولا لا؟ في السبب اقول لك انت فلان وبعدين العمل بده يكون لمين؟ الي. طب اذا العمل الي شو دخلك انت؟ انت ساميه ومن هالدفتر بدي اقرا. شو لها علاقه؟ شو لها معنى؟ معلش عن اذنكم حتى بعدين نرجع لاسئلتكم. ماذا نستنتج؟ نستنتج انه كل هاي المناورة تزول بس بكلمة واحدة وفكرة واحدة. وهنا أنهي كلامي حتى نعطيكم المجال لما تريدون أن تتفضلوا به من أسئلة أو اعتراضات ممكن. في الكتاب المقدس الاسم هو الكيان. تغيير اسم بني آدم معناه تغيير حياة. تتذكروا أبرام كان اسمه أبرام صار اسمه أبراهام أب لجمهور الكبير. مرته اسمها ساراي صار اسمها سارة يعني الأميرة. مثلا يعقوب حلم أنه انتصر على ربنا عاش وكلا بعد ما حارب ربنا بالحلم فدعي إسرائيل. إسرائيل يعني محارب الله. تغيير الاسم بدل على إيش؟ على تغيير الحياة. اسمه شو اسمه؟ شمعون. شمعون شو يعني شمعون؟ السمع. شمعون يعني السمع. يسوع بغير له اسمه من شمعون بالعبري إلى كيفة بالآرامي. ما يعني كيفة بالآرامي؟ معناها الصخر. معناه سماه صخر معناه هو صخر اسمه على جسمه. اسمه على جسمه في اللاتين يقولوا نومن أومن. نومن أومن الاسم هو إشارة. خلينا نطلع شوي على الكنيسة الشرقية الشقيقة. واحد بيكون اسمه على عاد علاء هي علاء الدين يعني مش تبع الصوبة علاء. طيب علاء بصير خوري. هل كنيسة الروم الأرثوذكس بتخلي اسمه علاء؟ ايش بتعمل؟ بتغير اسمه. واحد اسمه مفيد بصير خوري سموه عيسى. يعني انه فكرهم انه عيسى يعني يسوع. لا لا هو مره لمح لكلمه عيسى لو بنفهم ما بنسميه. ايوه يعني فكرهم انه يسوع. على كل حال اذا فلان اسمه صالح سموه ابراميوس من الزبابده كاهن ارثوذكس الله يرحمه. ليش؟ ليش بغيروا اسمه؟ لانه تغيير الاسم يدل على ايه؟ تغيير الحياه. واحد مسيحي مع الأسف بغير دينه بغير اسمه بيكون اسمه صار اسمه غني بعرف شو اسمه بسمي حاله ايش؟ يوسف اسلام. لا اسمه يوسف ولا هو اسلام. ايش؟
تغيير هو مغني تغيير الاسم ايش بصير؟ تغيير الحياة. لما بتتغير حياة الإنسان في العالم الشرقي بغيروا له اسمه، وهذا اللي عمله السيد المسيح. إذا مبدئيا حتى يعني زي ما بقولوا نخلص من هالغنجة هاي، نخلص من كل هذا الجدال البيزنطي زي ما بقولوا، مجرد تغيير الاسم شو معنى؟ تغيير الحياة، تغيير الجوهر. الاسم يدل على الكيان، عشان هيك في العهد القديم بتلاحظوا سفر الخروج فصل 3 آية 14 وتابع، وخصوصا سفر الخروج فصل 20 آية 7، لا تلفظ اسمي باطلا. واليهود لليوم بتجردموا يلفظوا اسم يهوه، ما بيقدر يلفظ اسم يهوه. ليش؟ انطلاقا من الفكرة انه الاسم هو الكائن. إذا مسكنا الاسم معناه إيش؟ سيطرنا على الكائن. إذا اسم الله لا هشيم لا يذكر، بيقولوا بدال إيش؟ هشيم أو أدوناي. وألخص كلامي، المسيح ما حكاش يوناني، حكى آرامي. وهيكم بتلاحظوا إنه دائما وين بنرجع قدر الإمكان للآرامي. ثانيا تغيير الاسم هو تغيير الكيان. و شكرا لإصغائكم، ولا الكاميرا نصكم.